ازاي اعرف انا عندي لوردوسيز ولا لا؟ ده هيبقى من خلال تيست بسيط هنعمله، ده اللي هيحدد انا عندي لوردوسيز ولا لا لو الموضوع مش باين بشكل ملحوظ. طيب التيست هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن ان انا هكون نايم على الارض او على سطح مفرود، واحاول ان انا اعدي ايدي من خلال اللور باك عندي، وطبعا لازم يكون جسمي كله مفرود. لو ايدي عدت من خلال ظهري وكان ظهري عامل زي شكل حرف سي مقلوب، يبقى انا بنسبه كبيره كده عندي لوردوسيز. طيب خلينا نقول ايه هي اسباب اللوردوسيز. مبدئيا ممكن ما يكونش في سبب صريح يؤدي للوردوسيز، لان في ناس بتتولد بيكون عندها ريسك الاصابه بيه اعلى من ناس تانية، بس احنا ممكن نلخص الاسباب في عده حاجات. اول حاجه منهم وهي القعده الغلط بتاعتي لفترات طويله. دايما وانا قاعد لازم اكون مخلي بالي ان انا يكون ظهري مفرود، سواء وانا قاعد على كرسي او سواء لو انا مريح على الكنبه او مريح على السرير لازم يكون ظهري مفرود. ولو انا قاعد على كرسي لازم الكرسي اللي انا قاعد عليه يكون بيدعم اسفل الظهر، او لو الكرسي بتاعي مش بيدعم اسفل الظهر احاول ان انا اجيب مخده واخليها في منطقه القطنيه، بحيث ان انا احافظ على الكيرف بتاع ظهري في الوضع الطبيعي بتاعه. تاني حاجه وهو لو انا عندي ضعف في عضلات الكور وعضلات اللور باك، الموضوع ده هيسبب لي مشكله، لان اغلب الناس اللي بيكون عندهم لوردوسيز بيكون عندهم مشكله في ضعف عضلات البطن وضعف عضلات اللور باك. عشان كده احنا هنشتغل مع بعض تمارين بتقوي عضلات البطن وعضلات اللور باك. طيب ثالث حاجه وهي الوزن الزايد بتاعي. لو انا وزني زايد جدا وخاصه في منطقه البطن، الموضوع ده بيأثر على ان بيكون في حمل زياده على اللور باك، وبالتالي الفقرات بتضطر ان هي تخش لجوه، فبالتالي لازم ان انا احاول احافظ على جسمي في الوزن المثالي، بحيث ان انا اتجنب الاصابات واتجنب على قد ما اقدر مشكله اللوردوسي. طيب رابع حاجه وهي مشكله القعده لفترات طويله، وزي ما قلنا القعده لفترات طويله بوقت غلط. عشان كده يا اصحابي لو احنا في المدرسه او بنذاكر لازم على قد ما نقدر كل 5 دقائق او كل 10 دقائق اكون بغير من الوضع اللي انا قاعد فيه، سواء اقوم اشرب ميه او اقوم اتحرك في مكاني. الخامس حاجه وهي الاصابات والحوادث. ربنا طبعا يبعد عننا الاصابات والحوادث ويحفظنا ان شاء الله. لو في خبطه قويه او في اصابه في اسفل الظهر، ده ممكن برضه ياثر على انحناء الفقرات بتاعتي للامام، وبرضه يسبب لي مشكله اللوردوسيس ويسبب لي انحناء اسفل الظهر. شوف الحلقه كامله من خلال تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا مستقبل يبدا الان.